أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 22 رجب المرجب کے دن کی مخصوص دعا ہے، اس کو تمام مومنین پڑھیں، سنیں اور تمام دوسروں لوگوں تک اس کو شیئر کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن على حاربي خليفة الزمان مجوس أمتي رسول السبحان شداد أهل بيت الأمين عدو بالله وعدو أمير المؤمنين المكنى بخال الكافرين أمير الفاسقين والمنافقين والقاسطين سبب ترعيع مذهبي سيد المرسلين الملعون بالدلائل والبراهين رئيس الأشقياء من الأولين والآخرين لعنة الله عليه من الآن إلى يوم الدين مؤسس مباني الظلم والبدعة والطغيان معاوية بن أبي سفيان عليه غضب الرحمن.